افراد في بيت واحد عندهم فيروسي. نوشت المعلم المحافظ في المجمع ما بين اقبال الاسلام والمسيحيه، لان هنا لاحظنا بصدق الاخت وتتحدث عن معاناه المرضى ليس فقط من المسيحيين بل ايضا من المسلمين. بس طبعا انا يمكن سعيد جدا، اكثر ما اسعدني ان احنا على فكره يوم الاربعاء احنا ما كانش عندنا اي فكره، او انا شخصيا عن مبادره فيروس سي ولا لها ترتيب خالص. كنت مع الدكتور شيرين وكان جاي الموضوع تاني خالص، يعني موضوع تطور من الاربعاء للحد اكثر كثيرا مما اتوقع. وطبعا يعني السيده رهيبه فرينا طبعا بشكرها على كلمتها الجميله وكل اللي اتكلم الحقيقه، فده يعني اسعدني، ده اكتر ما اسعدني ان المحصله والنتيجه افضل كتير، وده اللي بيأكد ان اي انسان او احنا كلنا نسعى ربنا يوفقه اكتر مما يتصور. انا ما كنت احكم على الشيء. ثواني يا سعاده.